تمكن أطباء من استخراج رصاصة علقت بداخل دماغ مراهق عماني أطلق النار على نفسه بغير قصد، بعد أن كان يحاول إطلاق النار على قط يلاحق طيورهم المربى بجعلان بني بو علي، حيث علقت رصاصة داخل ذقنه بينما ثقبت الأخرى لسانه وأنفه واستقرت في دماغه لمدة شهر كامل. نفت بلدية عبري ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي حول قيام المخابز التي تم إغلاقها من قبل البلدية الخميس الفائت بتجاوز قرار الغلق وممارسة نشاطاتها، وأكدت بأنها قامت بزيارة لهذه المخابز وثبت التزامها بالقرار، بينما تقوم باستيراد الخبز من الفروع التابعة لها في الولايات الأخرى.